kažem da nisi imao će, da mi samo jedan deset. Ali ako samo ja i ti... Ma, za 20 godina. صباح الخير، الله يسعد صباحكم في كل خير. مرحبا أحمد، مرحبا فاطمة، أهلا صدام، صباح الفل. صباح الفل، الآن الساعة 11. صباح الفل عمر، أم عمر، السلام عليكم، صباح الفل من الجزائر، أهلا وسهلا، صباح الفل والخير. في ألمانيا أخي، صباح الفل. صباح الخير من سوسة ليبيا، أهلا وسهلا المنصر، يسعد صباحك من داخل ألمانيا طبعا. بحب الشارع هذا كتير، هذه المدينة جميلة.
نشتري آيس كريم في المكان. صباح الخير، أهلا صباح النور من الجزائر، تحياتي لك أختي أو أخي. صباح الفل من العراق، يسعد صباحك في كل خير. تحياتي لأهل العراق، تحياتي لأهل، تحياتي لجميع المشاهدين طبعا. يسعد صباحكم في كل خير. شو اسم هالمكان من فضلك؟ في ألمانيا أختي. عندنا في شهر أكتوبر يتم بيع الحلو والحب، لهذا السبب الآن إنه تقريبا بيصير عيد في المستقبل شهر أكتوبر. صباح الفل ياسمين من تونس، تحياتي لتونس الخضراء، أهل تونس، شعب تونس. صباح الخير من فلسطين، أهلا وسهلا، يسعد صباحك في كل خير. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's, Bruder? Ja. Alles gut? Was machst du? نسيم أكو نجي لألمانيا، أهلا وسهلا، صباح الخير، صباح الحرب من العراق، يسعد صباحك في كل خير. طبعا هذا الشيء عادي في ألمانيا، أي شخص ممكن يعزف على الموسيقى في الشارع. تحياتي لك من المغرب، أهلا وسهلا، صباح الفل حبيبي ديفيد، أهلا وسهلا. جود مورغن عبد السلام، اهديكم هاي الموسيقى الجميله. واو برافو، زير شو ما عندي كنت. للأسف ما عندي كثير فلوس، كان عطيته يستاهل أكثر منه. هيا هيا غشتي. أوكي حبيبي، أتمنى لكم يوما سعيدا ويوم جميل. شكرا على المشاهدة،
أنا أعتذر منكم بس شوي مشغول الآن. أتمنى لكم يوما جميل ويوما سعيد. شكرا على المشاهدة. مع السلامة. شكرا على المشاهدة. أتمنى لكم حياة جميلة. أي حد يحتاج شيء أو أي شيء تكتب لي في التعليق أو تحاكيني على الخاص، لدي أيضا رقم واتساب. مش بين إن الليميدا. أهلا وسهلا. شكرا، بارك الله فيك. شكرا. أتمنى لكم يوما سعيد ويوما جميل، وإن شاء الله ربنا أي شخص بيحلم يأتي لهذا البلد، طبعا اللي خارج ألمانيا، إن شاء الله في المستقبل تحقق كل أحلامكم. مع السلامة.